بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم كبة مبرومة وكبة صاجية وكبة مقلية. الكبة المقلية هخليها فيديو خاص لحاله بعدين، الحين المبرومة والصاجية لأنهم نفس العجينة وتقريبا نفس الحشوة. أهم حاجة فيهم الكبة المبرومة والكبة الصاجية الحشوة ما فيها بصل. هذه طريقة جارتي في المدينة من أهل حلب، مرة كبتها مشهورة بصراحة. والكبة المقلية بعد ما أقول لكم قديش تقرش ولذيذة، وهذول الكبتين. وترى الكبة سهلة والله، هذا الصحن كله ما أخذ من عندنا أقل من ساعة عملها. لا تخافون تقولون كبة شي صعب، مرة سهلة. الحين نشوفها مع بعض ونشوف المقادير والطريقة، مرة بسيطة. هذه هي الكبة، شايفينها كيف حلوة، والبرغل أخضر. حطينا بس بصلة واحدة مقطعة كبير من برا مع القشرة، بس الحشوة أبدا ما فيها بصل من جوا. والله طعمها مرة مميز، جربوها. المقادير: نخلط برغل أسمر وبرغل فاتح وبرغل غامق، يكون حجمهم وسط. انتبهوا، الناعم ما ينفع، ما في طعم. فستق حلبي صحيح، سمنة، لحمة هبرة بدون أي شحم تطلبونها من الجزار، ولحمة مفرومة عادية، صنوبر وجوز مقطع. هنشوفه مع بعض. نخلط البرغل الأسمر والأبيض مع بعض، نحط الملح والبهار، نقلبهم، نحط لهم مقدار الموية، كل كوب برغل لكوب موية. نقلبهم بالملعقة، نخليهم على جنب عشان البرغل يشرب الموية. نقلب ملعقة سمنة وملعقتين الصنوبر، ما خلي أحمر، لونه أصفر نشيله. في نفس السمنة نحط اللحمة، نقلبها، نحط البهارات والملح، نحط لها الصنوبر. ناخذ نص الحشوة اللحمة اللي عملناها، نحط لها ربع كيلو من الهبرة اللي بدون شحم، نقلبها تمام. هذه حشوة الكبة المبرومة. نحط لها الفستق الحين، فستق صحيح نكون ناقعينه بموية دافية حوالي نص ساعة، هو اللي يخليه لين وطري. وبعدين لما نجي نقطع الكبة يتقطع ناعم بسهولة، ما يتكسر ولا شيء، ويرجع لونه أخضر. هذا هو السر. باقي الحشوة نحط لها الفستق ونحط لها جوز. الكبة الصاجية لازم جوز، الكبة المبرومة ما فيها جوز. رجعنا البرغل، شفناه الحين نشرب كل الموية. نطحنه مرة واحدة بالماكينة مع البصل لوحده، بس ينطحن. هذه الحشوات جاهزة، حشوة الكبة المبرومة وحشوة الكبة الصاجية. الحين نخلط اللحمة الهبرة اللي بدون شحم مع البرغل اللي طحناه بإيدنا. لو ناشف نرشه موية ثلجة، فيها ثلج شوية، رش ونعجن لما يختلطون تمام. نطحنهم مرتين بالماكينة، أول مرة نطحنهم بعدين نرجع نشيلها، شايفين صارت زي المرهم. نطحنها مرة ثانية، نعمل ناخذ منهم 3 كور متساوية كبيرة، هنعمل منها الكبة المبرومة، والباقي نعملهم أقراص متساوية. ندهن ورقة نايلو بالموية، موية باردة، نحط كورة من العجين ونرقها بين ورقتين. أسهل ترى، الطريقة سهلة وسريعة. يعني إحنا عملنا صحن مشكل كلها، ما أخذ من عندنا والله ما أخذ يمكن ساعة. بعد ما نلفه، شايفين رقيناه تمام، نحط فوقه الكبة المبرومة. أول شيء الحشوة ونبرمها، عشان كذا سموها مبرومة، نبرمها ونقص الزايد. ندحرجها بين النايلو عشان تصير ملسة من جميع الجهات. بعد ما دحرجناها نحطها صينية مدهونة سمنة بغزارة. والثانية الكبة الصاجية بالصحن، حافة الصحن نقص عشان يصير متساوي قد الصحن من جوا، أو غطا، ما يحتاج غطا قدر إذا فيه. بعدين بصحن هذا ما له حافة، نحاول كذا بس نضغط بسهولة تنرص، تصير مرتبة عندي. نرجع نفس الشيء، بعد ما نرقها بالصحن نشيل النايلو ونحط فوقها الحشوة، حشوة الكبة الصاجية. شايفين؟ نرجع الثانية، القرص الثاني نرق بنفس الطريقة بالنايلو ونحطه فوقها. أول شيء نضغط من فوق عشان الهواء كله يروح، بعدين نلصقهم تمام بالنايلو
مرة أسهل لما نلصقهم بالنايلون، نشيل النايلون ونملس الحواف ونملسها من فوق الكبة بالموية باردة المثلجة اللي عندنا، ونحطها في صينية برضو مدهونة سمنة، ندهنهم بالسمنة وندخلهم الفرن، ما نخليهم تحت في الشباك، لا الشبك الأوسط فوق، نص ساعة فرن وسط، تحمر الكبة وتستوي، ما في ألذ منها. خلال مدة الطبخ كل مدة نفتحها بالفرشة ناخذ من السمنة السايحة اللي في الصينية وندهنها عشان ما تيبس تنشف، أحلى كبة، كبة صاجية وكبة مبرومة. عملنا معاهم بنفس العجينة وكله كبة مقلية، بس هخليها يوم لحالها الكبة المقلية عشان لها تكنيك معين، شوية بهارات معينة، شوية فيها بصل، هذه ما فيها بصل أبداً، وبس قطعناها، نخليها ترتاح شوية الكبة المبرومة ونقطعها، ما في ألذ منها ولا أسهل منها، والله يعني كان يومها عيد بالنسبة لنا. أكلناها مع فتوش ولبن بالخيار. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تابعوني دايماً.